بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بعد أن سردنا قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح وما فيها من دروس وعبر، نأتي إلى آخر ما قصه الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف. سيدي الإمام، نود أن نستمع إلى قصة ذي القرنين، فإن بها الكثير من الأحداث العجيبة. في الزمن البعيد وقبل بدء التاريخ بآلاف السنين، كان الإنسان في العصور الأولى يعبد آلهة صنعها بيده من الحجارة، بعد أن نسوا تعاليم أبيهم آدم عليه السلام. وانتشر الفساد والقتل، وابتعدت البشرية عن عبادة الله الواحد، فكانت دعوة الأب الثاني للبشرية نوح عليه السلام. أمر الله نبيه نوحاً ببناء السفينة الضخمة ليحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول. ثم أمر الله السماء أن تنزل أمطارها فأبرقت وأرعدت، وأمر الأرض فتفتق سطحها وأخرجت حممها، فارتفعت فيها مياه البحار والأنهار، وتعالت الأمواج لتغرق جميع من في الأرض إلا السفينة ومن فيها. وبعد أن انقضى أمر الطوفان الرهيب وهدأت الأرض وبحارها وكفت السماء أمطارها، ولم يبق حيا من المخلوقات إلا من كان بصحبة نوح عليه السلام، بدأت عجلة الحياة تدور من جديد، فتكاثر الإنسان فصنع الحضارات، وتوالت الرسل والأنبياء تدعو بني الإنسان إلى عبادة الله الواحد. إلى أن ظهر على الأرض ملكاً عادلاً وقائداً باسلاً مكنه الله فيها، وذلل له عباده، وهيأ له الأسباب ليقيم حكم الله. ذلك هو ذو القرنين.
ولماذا سمي هذا الملك بهذا الاسم ذو القرنين؟ ذو القرنين لقب وليس اسماً. من هو إذن هذا الملك؟ وفي أي زمن عاش؟ لا نعلم قطعاً من هو ذو القرنين، وكل ما يخبرنا القرآن عنه أنه ملك صالح آمن بالله وبالبعث وبالحساب، فمكن الله له في الأرض وقوى ملكه ويسر له فتوحاته. واختلف العلماء في سبب تسميته بذي القرنين، فقيل لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه بلغ قرني الشمس شرقا وغربا وملك ما بينهما من الأرض. لقد بدأ الله سبحانه وتعالى قصة ذي القرنين إذ قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فلمن كان هذا الخطاب يا سيدي؟ كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قصة سأرويها عليكم. اشتدت الأزمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش الذين حاربوه وحاربوا دعوته، بعد أن بدأ هذا الدين في الانتشار داخل مكة. ماذا سنفعل مع محمد بعد أن انتشرت دعوته وازداد أتباعه؟ ألا يقول إنه يأتيه خبر السماء؟ بلى، إنه يدعي ذلك، أي أنه يجيئه ما جاء نبي بني إسرائيل من قبل. ماذا تريد أن تقول؟ فلنرسل وفداً منا إلى أحبار اليهود بالمدينة ونخبرهم بما يدعيه محمد. وإذا أكد أحبار اليهود ما يقوله هل نتبعه؟ ونترك آلهتنا؟ هذا محال. فلننتظر إلى أن نرسل إلى أحبار اليهود لنرى ماذا سيقولون فيه. أجل، علينا أن نكشف للناس كذب دعائه، وحينها سيرجعون إلى آلهتنا. أحبار اليهود بالمدينة هم أهل الكتاب الأول، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فلنسألهم عما يدعيه محمد، وهل هو نبي حقا أم متقول؟ فبعثت قريش إلى أحبار اليهود بالمدينة النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. يا أحبار يهود، إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. إنه يدعي أنه يأتيه خبر السماء، ونريد أن نعرف إن كان صادقا أم كاذبا. سألوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فإنه متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم كان لهم شأن عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبعه. وسألوه عن الروح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي، وإن لم يخبركم فهو رجل متقول في أمره ما بدا لكم.
وعاد وفد المشركين إلى مكة بهذه التساؤلات الثلاث، وهم يتصورون أنهم قد تمكنوا من محمد ودعوته، ولم يعلموا أن الله كاف عبده وناصره. أقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدما على قريش. يا معشر قريش، قد جئناكم بما يفصل بينكم وبين محمد. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد، نريد أن نسألك عن أشياء لتبين صدق دعوتك. يا محمد، حدثنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وكان أمرهم عجبا. ها، حدثنا يا محمد. وهذا الرجل الطواف الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نماؤه؟ ونريدك أيضا أن تخبرنا عن الروح، ما هي الروح؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا عما سألتم عنه. ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يأتيه جبريل بوحي حتى أرجف أهل مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذاكرة البشرية امتلأت بالكثير من الروايات والحكايات والأساطير مشافهة أو تدوينا عن شخصية اكتنفها طبع الغموض والإثارة وورد ذكرها في الكتب المقدسة، ونعني بها شخصية ذو القرنين. ومن أهم المصادر التي رصدت القصة العريضة لذي القرنين وأقوام يأجوج ومأجوج والسد وغير ذلك كانت في أصدق الكتب وأحفظها من التغيير والتحريف، وذلك هو كتاب الله
القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يذكر ذا القرنين في كتابه الكريم ويثني عليه، فقد كان ذو القرنين ممن جمع الله له خيري الدنيا والآخرة. أما خير الدنيا فالملك العظيم الذي بلغ مغرب الشمس ومشرقها وقد ذللت له الأسباب، وأما خير الآخرة فبسط العدل وإقامة الحق وبث الخير ودفع الشر. سيدي الإمام، توقفنا عندما عاد وفد قريش من المدينة إلى مكة حاملين معهم أسئلة أحبار اليهود لسيدنا محمد، فماذا حدث بعد ذلك؟ أقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدما على قريش. يا معشر قريش، قد جئناكم بما يفصل بينكم وبين محمد. وعدنا محمد غدا، ومر الغد وأكثر من غد ولم يخبرنا بشيء عما سألناه. ولن يخبرنا. أرأيتم يا معشر قريش، رب محمد قلاه وانقطع عنه خبر السماء. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخر الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل بصورة الكهف وفيها خبر ما سألوه عن أمر الفتية والرجل الطواف، أما الروح فقد ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء، حيث يقول تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. هل علم أحد منكم وجهتنا هذه المرة؟ سنعلم بعد قليل، بعد أن يخرج إلينا الملك، فهو يقضي معظم ليله في صومعته التي خصصها للعبادة والصلاة. مولاي الملك ذو القرنين، سنخرج هذه المرة في اتجاه الغرب، ولقد نما إلى علمنا أن هناك ممالك تئن شعوبها من بطش حكامها الظالمين. مولاي الملك، لقد ذهبنا في هذا الاتجاه من قبل. هذه المرة سنسير بمحاذاة الساحل، فليستعد الجميع كي ننطلق مع شروق الشمس. أمر مولاي. في ذلك الصباح البعيد، حيث عقد ذو القرنين مجلس الحرب، وقف أمام خريطة الأرض وحوله قادة الجيش الذين كانوا يعرفون أكثر من غيرهم أن وراء مظهره القاسي
تختفي المشاعر الرقيقة والنبيلة. لقد مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، ووضع هو الأسباب في خدمة القضية الأولى التي تشغله، قضية الإيمان بالله. وكان الناس في زمانه يعرفون عنه هذه الحقيقة، كانوا يعرفون أن جيشه مسخر لهذه القضية. أنت مساء يا أمي العزيزة. أهلا أهلا بولدي الحبيب. سأخرج غدا يا أمي بالجيش بإذن الله لأستكمل رسالتي في هذه الحياة. آه يا ولدي، كم سأفتقدك، سأفتقدك أيها الملك العظيم. أمه، أريدك أن تباركيني قبل أن أتحرك بالجيوش. اقترب مني يا ولدي، اقترب. ارتدي هذه القلادة التي كان يرتديها أبوك. ما لي أرى هذه الدموع وقد ملأت مقلتيك؟ ولدي، عدني أن تعود إلي سالما، أعدني يا ولدي. أعدك، أعدك يا أمة. خرج ذو القرنين وبدأ تجواله في الأرض، ليس طلبا للملك ولا استعلاء على خلق الله ولا سحقا للشعوب الضعيفة، بل داعيا إلى الله مطبقا لمعاني الحق والعدل والمساواة. أيها القائد آزاد، أمر مولاي. مر الجند أن ينصبوا خيامهم لنعسكر هنا للراحة، وبعدها نستأنف الرحيل. وكأنك قرأت أفكاري يا مولاي. ماذا تعني يا آزاد؟ اشتكى بعض الجند من حرارة الشمس وتمنوا أن يستريحوا لبعض الوقت. وها أنا قد حققت لهم مرادهم. ولكن ماذا عن أهل هذا الوادي يا مولاي؟ أرسل من يستطلع أمرهم، ولكن بشرط ألا يشعروا به وألا يزعجهم. أمر مولاي. أتى ذو القرنين على أمة من الأمم وقد تعجب من أمرهم، يعيشون في مساكن بسيطة وقد احتفروا بجوارها قبورا. إذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور بكنسها والصلاة عندها. عجيب ما تحكيه أيها القائد. إنهم يزاحمون البهائم على نبات الأرض ولا يأكلون لحومها، أما ملكهم فلا تكاد تفرق بينه وبين أهل هذا الوادي، فهو يرتدي نفس ثيابهم ولا يتزين بذهب أو فضة. أيها القائد أزاد، أمر مولاي. فلتذهب معه ليدلك على ملكهم، وقل له أن يحضر إلي، فأنا كل فضول لمعرفة أمر هذه الأمة. أمر مولاي. ولكن تلطف معه وبالغ في توقيره واحترامه.
وقد روي أنه قد ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، أما الكافران فهما النمرود وبخت نصر، وأما المؤمنان فهما سليمان بن داود عليهما السلام وبطل هذه القصة ذو القرنين، ذلك الملك العادل المصلح والذي خلد ذكره كتاب الله الخالد القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. إننا نجد في سورة الكهف ثلاثة أنماط من الملوك: الملك الكافر الذي أنكر على فتية الكهف إيمانهم، والملك الثاني في قصة موسى والخضر ملك ظالم يأخذ أموال الناس ويستولي على الجيد منها ويفرض عليهم الضرائب الباهظة. أما النوع الثالث من الملوك فهو الملك العادل ذو القرنين، الذي يفرق في التعامل بين الظالمين الكافرين وبين الأخيار الصالحين. ماذا تقول يا أزد؟ أبى أن يحضر إلي؟ أجل يا مولاي. عجيب، وهل أخبرته من أكون؟ أخبرته يا مولاي، ولكنه قال: ما لي حاجة إليه، فإن كان له حاجة فليأتي هو إلي. معه كل الحق، لا بأس، سأذهب أنا إليه. هل آتي معك يا مولاي؟ لا، سأذهب إليه وحدي، فهم قوم مسالمون، وحديثك عن ملكهم هذا أثار إعجابي به. ماذا يريد منا ذو القرنين هذا؟ لا أدري، فليس عندنا ما يطمع فيه. لا أعتقد أنه يريد بنا سوءاً، فسيرته بين البلاد أنه ملك عادل لا يظلم أحداً. انظر، إنه آت من أعلى الهضبة. عجباً، لقد جاء وحده.
لابد أن أخبر مولاي بمجيئه. أرسلت في طلبك فأبيت، وها أنا قد أتيت إليك. لو كانت لي إليك حاجة لأتيت. ما لي أراكم على حالة لم أرى عليها أمة من قبل. وما ذاك؟ أراكم تزهدون في متاع الدنيا، لما لم تستخدموا الذهب والفضة وتستمتعوا بها؟ إنما كرهناهما لأن أحدا لم يعطى منها شيئا إلا اشتاقت نفسه إلى ما هو أفضل. وهذه القبور التي احتفرتم بجوار مساكنكم، ما بها؟ أراكم أصبحتم تعهدتموها فكنستموها وصليتم عندها. أردنا إذا نظرنا إليها فأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل. وأراكم ألا طعام لكم إلا ما تنبت الأرض ومما تأكل أنعامكم. أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام فاحتلبتموها وركبتموها وأكلتم من لحمها؟ كرهنا أن نجعل بطوننا قبورا لها، ورأينا في نبات الأرض ما يكفينا. هل لك أن تصحبني أيها الملك فأتخذك أخا ووزيرا وشريكا فيما أتاني الله من ملك ومال؟ ما أصلح أنا وأنت في مكان يجمعنا. ولما؟ من أجل أن الناس كلهم عدو لك وهم لي صديق. ولما ذاك؟ يعادونك لما في يديك من الملك والمال والدنيا، أما أنا فلا أحد يعاديني لاستغنائي عن كل ذلك. إن في قصص القرآن عبرة لأولي الألباب، وهداية لأهل الرشاد، وزيادة في اليقين والإيمان. وسيرة ذي القرنين في قيادته الحضارية للبشرية في زمانه تعطينا صورة مشرقة للإنسان القوي المؤمن العالم، الذي يسخر كل إمكانات دولته وعلومه ووسائله وأسبابه لتعزيز شرع الله وتمكين دينه لخدمة الإنسانية وإعلاء كلمة الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الناس والمادة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هل أنت قلق يا سيدي على ملكنا؟ لا أبداً، ولكني أتوق لمعرفة ما يدور بينهما. سرعان ما سيأتي ونعرف منه كل شيء، ولكن لماذا أبى مولاي أن تذهب معه؟ لم يرى سيدي بأساً من الذهاب وحده، فهم قوم مسالمون لا يملكون جيشاً ولا سلاحاً. ها هو مولاي قد خرج ومعه حاكم هذا الوادي. عظني أيها الملك الحكيم. يا ذا القرنين، إن الله مكن لك في الأرض وآتاك من كل شيء سببا، ولم تعلم إلا ما شاء الله أن تعلمه من علمه. يا ذا القرنين، اعمل عمل من لا يموت، وازهد زهادة من نزل به الموت. زدني أيها الملك. من نظر إلى الدنيا بعين سقيمة نظرت إليه بعين صحيحة، ومن نظر إليها بعين صحيحة شوقته بالآمال الكاذبة، وكان حظه منها غدراً وزادته ندماً. هنيئاً لأهل هذا الوادي
بملك مثلك، وسأحرص على أن أعود كي أستزيد من حكمتك. وداعا أيها الملك الحكيم. رغم أن ذا القرنين قد امتلك الطموح الكبير وبلغ أقصى الشرق والغرب، لكنه لم يستغل قوته وجبروته وما وصل إليه من أجل التسلط على الناس أو نهب ثرواتهم، رغم أنه كان قادراً على ذلك. لكنه سخر كل قدراته من أجل إيصال صوت الحق وتحقيق العدل والانتصار للمظلومين والمضطهدين، ومواجهة المستكبرين والمفسدين. وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يحملها كل صاحب جاه أو مال أو موقع أو قوة في هذه الحياة. بدأ ذو القرنين تجواله بجيشه في الأرض داعياً إلى الله، فاتجه غرباً حتى وصل للمكان الذي تبدو فيه الشمس كأنها تغيب من ورائه. بديع السماوات والأرض، سبحانه. ما أجمل قرص الشمس وهو يغيب. إن الشمس آية من آيات الله سبحانه وتعالى. اسمع يا أزاد. أمر مولاي. سوف نعسكر هنا هذه الليلة، ولترسل من يستطلع أمر ما وراء هذه الجبال والآكام. أمر مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. لقد وردت في سورة الكهف ثلاث قصص غير قصة ذي القرنين، وهذه القصص هي قصة أصحاب الكهف والرقيم، وقصة صاحب الجنتين وصاحبه الفقير المؤمن،
وقصة موسى وفتاه والعبد الصالح والحوت. ولو تتبعنا القصص الأربعة في السورة لوجدنا أن ما يجمع بينها هو هدف واحد، وهو الوقوع أو عدم الوقوع في فتن الشيطان وغواياته. ففي قصة أصحاب الكهف كانت هناك فتنة الدين بين الفتية المؤمنين وأبناء بلدتهم، وفي قصة صاحب الجنتين وصاحبه الفقير المؤمن فتنة المال والاغترار به. أما فتنة عدم الصبر فهي قصة موسى والعبد الصالح. أما في قصة ذي القرنين فإننا نجد فتنة السلطة الغاشمة والفساد في الأرض، وكلها فتن فاعلها واحد وهو الشيطان ووسوسته. وحين وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس ألهمه الله أنه مالك أمر القوم الذين يسكنون هذه الديار، فإما أن يعذبهم أو يحسن إليهم. فما كان من الملك الصالح إلا أن وضع منهجا في الحكم، فأعلن أنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، ثم حسابهم على الله يوم القيامة. أما من آمن وعمل صالحا فسيكرمه ويحسن إليه. غدا يتجمع أهل مدينتنا بحضور الملكة المبجلة راعية هذا المعبد لتقديم القرابين لآلهتنا المقدسة. لقد سئمت مشاهد الدم في مثل هذا اليوم من كل عام. إنه يوم تقديم القرابين لآلهتنا، وهو عيد ديني ينتظره الجميع. أرجو أن تعفيني من حضور هذا الاحتفال أيها الكاهن. جلالتك راعية المعبد المقدس وكبيرة كهنته، ولا بد من حضورك. ألا توجد وسيلة أخرى لتقديم القرابين؟ آلهتنا تحب أن ترى الدماء، والشعب أيضاً يستمتع بمشاهد الإثارة والعنف. اتركني الآن أيها الكاهن. أمر مولاتي. تضرعي إلى الآلهة لترضى عنا وتباركنا. سوف أفعل. إنهم يعبدون أصناماً حجرية ويؤدون صلاة غريبة. غداً احتفالهم الديني وسوف تسيل فيه الدماء. لعنهم الله، أي كفر وضلال هذا؟ إنهم وثنيون يظنون أن الدماء سترضي هذه الآلهة المزعومة. أزاد، أمر مولاي. أعطي الأوامر بالتحرك غداً
عند طلوع الشمس. نستطيع التحرك الآن ونباغتهم ليلا. أريد أن يروننا رأي العين ليروا حجم قواتنا ولأعطيهم فرصة للقتال إذا استطاعوا. إن فيهم ضعفاء وعبيدا سيلقون بهم في ساحة الموت. أمرت أن أقيم العدل أينما حللت وأن أقيم شرع الله، فمن أحسن واتقى سلم منا وأحسننا إليه، أما من ظلم وكفر فسيناله منا أشد العقاب. اصمتوا اصمتوا يا الأشقياء، هاكم الأسلحة، اذهبوا ودافعوا عن حياتكم. أريد أن أنصرف من هذا المكان، لا أحتمل رؤية هذه المشاهد. إنه يوم تقديم القرابين لآلهتنا، وهو عيد ديني ينتظره الجميع. آلهتنا تحب أن ترى الدماء، والشعب أيضاً يستمتع بمشاهد الإثارة والعنف. فلتبحثوا عن وسيلة أخرى لتنفيذ الإعدام. أمر مولاتي. إنه ذو القرنين، لا طاقة لنا بجيوشه، اهربوا، لا طاقة لنا به، اهربوا. مولاتي مولاتي، لقد تم غزونا. من الذي جرؤ على ذلك أيها القائد؟ إنه جبار هذه الأرض. من؟ ذو القرنين؟ هو يا مولاتي، ومعه جيش كبير. وأين الجنود؟ أين الجيش أيها القائد؟ لقد لاذ الجميع بالفرار وألقوا أسلحتهم. أيها الجبناء، ولماذا لم تهرب معهم أيها الهمام؟ أتينا لاصطحابك خارج المدينة بعيداً عن بطش ذي القرنين. إلى أين أيها القائد؟ تكلم، اذهب اذهب أنت وانجو بحياتك أيها البائس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على الهادي البشير الرؤوف الرحيم، من أرسلته رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. إن اتخاذ الأسباب والتمكين في الأرض هما السمة البارزة في قصة الحاكم الصالح ذي القرنين. وإن كنا لنعرف من هو تحديداً، إلا أنه عبد أعطاه الله تعالى العلم والحكمة وألبسه الهيبة والوقار. إن قصة ذي القرنين وغيرها من القصص التي وردت في القرآن الكريم ليس الغرض من ذكرها مجرد التسلية لما فيها من غرائب وعجائب، إنما المقصود منها الاتعاظ والانتفاع بما فيها من دروس وعبر وفوائد. عجباً، السكون يعم المدينة كما لو أنها مدينة أشباح. لا تتعرضوا لأحد من سكانها إلا من قاومكم. لقد اختفى الجنود والحراس كما لو أن الأرض قد ابتلعتهم. البلد التي يكون حالها هكذا، اعلم أن حكامها ظالمون، فألقى الله في قلوبهم الرعب. مولاتي، أما زلت هنا؟ وأين تريدني أن أكون أيها الكاهن؟ لقد لاذ الجميع بالفرار، والسفن ما زالت في انتظارنا. إلى أين؟ لأي مكان، بعيداً عن ذي القرنين وجيوشه. سأذهب إلى المعبد لأتضرع للآلهة. مولاتي، الآلهة لن تفعل شيئاً ولن تجدي لك نفعاً. أجننت أيها الكاهن؟ كيف تجرؤ على قول هذا الكلام؟ إنها الحقيقة يا مولاتي. إذن فسألقى مصيري هنا وأنا ملكة. جئت تبغي الفساد في الأرض أيها الملك. لو كنت كما تقولين
لما أبقيت دابة على الأرض ولأحرقت جميع دياركم، ديار الكفر والضلال. لقد انفض الجميع من حولي خوفاً منك ومن جنودك. أنا لا أسعى إلى التدمير أو التخريب، إنما أسعى إلى رفع الظلم عن العباد والدعوة إلى ترك عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله الواحد الأحد. لك أن تسب آلهتنا كما تشاء أيها الملك، فسيوفك فوق رقابنا. أفيقي أيتها الضالة مما أنت فيه، إنها آلهة ابتدعتموها وأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إنما هو إله واحد رب السماوات والأرض. أتريدنا أن نستبدل بآلهتنا إلها واحدا؟ لا، الموت أهون علي مما تطلب أيها الملك. أنت من اخترت مصيرك أيتها الملكة، تذكري هذا جيدا. أزاد. أمر مولاي. خذوا هذه الضالة إلى أن ننظر في أمرها. أزاد. مولاي. لا تسيئوا إليها، فهي ملكة هذه البلاد. أمرك يا مولاي. وأزيل كل صنم يعبد من دون الله في هذه البلاد. آلهتك لم تستطع الدفاع عن نفسها أيتها الملكة، تحطمت جميعها. هذا ما ذكرته لمليكك. وما ذاك؟ إنه جاء يبغي الفساد في الأرض. لو كان يريد الإفساد كما تقولين لأهلك الحرث والنسل، ولما أبقى في مملكتك حجرا على حجر. سلبني حريتي ومنعني عن شعبي. كان يستطيع أن يلقي بك في قاع سجن من سجونك أيتها الملكة بدلا من هذا القصر. وشعبي، ماذا فعلتم بشعبي؟ يحيون حياتهم كأحسن ما يكون بعد أن اكتشفوا زيف ما كانوا يعبدون. ماذا يريد مني ذو القرنين؟ لا شيء أيتها الملكة، لا شيء. شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور، وبأن مصيره سيكون الموت، فأمر بتحرير العبيد. فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له. Thank you.
ماذا تريد أيها الرجل؟ الملكة يا مولاي. ماذا بها؟ إنها تجلس في قصرها لم يمسسها منا سوء إلا إذا... وهذا ما أتيت من أجله يا مولاي. تكلم يا رجل، ماذا تريد؟ لقد أشار القرآن الكريم في هذه القصة إلى إيمان ذي القرنين بالله الواحد الأحد، وأنه استفاد من كل القدرات والإمكانات التي هيأها الله له لتحقيق العدل وإيصال رسالة التوحيد إلى كل مكان قادر على بلوغه. فلقد منحه الله العقل الراجح والعلم الكافي والإدارة السليمة والقوة والإمكانات المادية والبشرية، وهذا ما أشار إليه سبحانه عندما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت، فأمر بتحرير العبيد، فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له. ماذا تريد أيها الرجل؟ الملكة يا مولاي. ماذا بها؟ إنها تجلس في قصرها لم يمسسها منا سوء إلا إذا... وهذا ما أتيت من أجله يا مولاي. تكلم يا رجل، ماذا تريد؟ مهلا يا آزاد، أراك ترتدي زيا غريبا أيها الرجل. إنه واحد من كهنة المعبد يا مولاي. أوه، لولا أنك شيخ طاعن في السن لأمرت بقتلك في الحال. كنت أظن أني سأكون في أمان،
وأنا بحضرتك أيها الملك. ولك مني الأمان، إلا أن صبري عليك كاد أن ينفد. تكلم. ملكة تلك البلاد بمثابة ابنتي، وأنا الذي توليت رعايتها وتربيتها إلى أن تولت حكم البلاد. أنت إذن من جعلتها كبيرة كهنة المعبد، وجعلتها تسلك طريق الإفك والضلال. وها أنا ذا أكفر عن خطيئتي وأرجع عما كنت فيه. دعني أحدثها يا مولاي، فهي تستمع إلي وتثق بي. لك هذا أيها الرجل. رغم أن ذا القرنين قد امتلك الطموح الكبير وبلغ أقصى الشرق والغرب، لكنه لم يستغل قوته وجبروته وما وصل إليه من أجل التسلط على الناس أو نهب ثرواتهم، رغم أنه كان قادراً على ذلك. شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت، فأمر بتحرير العبيد، فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له. كان يستطيع أن يفعل بي ما يشاء، شأن كل غاز ومغتصب، أن يقتلني أو يجردني من ملكي ويجعل مني عبدة ذليلة، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك، وتعامل معي بأخلاق الفارس النبيل. هذا الملك الغامض الذي لا يكاد يستقر في مكان. إني في حيرة من أمري. تخلى عني الجميع، الكهنة والجنود، حتى الآلهة التي تضرعت إليها لم تفعل لي شيئاً، ولم تستطع حتى أن تدافع عن نفسها. أي ضلال كنت تعيشينه أيتها البائسة؟ هل ساقت لي الأقدار هذا الملك كي أفيق مما كنت فيه؟ رأسي يكاد ينفجر. من أنت يا ذا القرنين؟ من أنت أيها الفارس النبيل؟ مولاي، الملكة تطلب الإذن بالدخول ومقابلتك. دعها تدخل. تفضلي يا مولاتي. دعنا وحدنا يا أزاد. أمر مولاي. ماذا تريد أيها الملك؟ فكما ترى، انفض الجميع من حولي هربا منك ومن جنودك. أنا لا أسعى إلى تدمير أو إلى خراب، ولم يهرب إلا من خدعوك وغرروا بك.
لقد انصاع الناس لك وحطموا بأيديهم ما كانوا يعبدون. آلهة من حجارة لا تضر ولا تنفع، ولم تستطع حمايتكم منا ولا حتى حماية نفسها. أنت ملك صالح يا ذا القرنين، فإلى ما تدعو؟ الإيمان بالله الواحد الأحد لا شريك له. وإلى ماذا أيضا؟ نشر الأمن والأمان ورفع الظلم عن العباد. أيها الملك، إنني مدينة لك، فلقد أزحت الغمة عن عيني. لقد كنت أنا وشعبي نعيش في ضلال، ولقد هدانا الله على يديك. هل تكلم معك هذا الشيخ؟ تكلم، لكنني لم أكن بحاجة لسماع أحد أيها الملك، بعد حسن صانعك معي. حمدا لله أن هداك أيتها الملكة وأصبحت من عباده المؤمنين. وداعاً أيها الملك الصالح، وأتمنى أن يكون الخير دائماً على يديك في كل مكان تطأه قدمك. أوصيكم بتقوى الله، وأن تعدلوا بين الناس، وأن لا تدعوا الشيطان يزين لكم الباطل، فهو للإنسان عدو مضل مبين. وداعاً أيها الفارس النبيل. غادر ذو القرنين تلك المملكة التي عند مغرب الشمس بعد أن أمن أهلها وآمنوا، وبعد أن حقق فيها العدل وأقام منهجه في الإحسان لمن أحسن والعقاب لمن ظلم وكفر. لم تكن رحلات ذي القرنين في أرجاء الأرض نزهة، ولكنه قابل في طريقه من حاول أن يقف أمام دعوته في نشر الحق، فقاتلهم وانتصر عليهم وأقام فيهم شرع الله الذي ارتضاه لعباده. وقد روي أنه قد ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران. أما الكافران فهما النمرود وبخت نصر، وأما المؤمنان فهما سليمان بن داود عليهما السلام وبطل هذه القصة ذو القرنين، ذلك الملك العادل المصلح والذي خلد ذكره كتاب الله الخالد القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. واصل ذو القرنين مسيرته شرقا كما بدأها غربا، فبلغ مطلع الشمس جهة المشرق فوجد قوما أمرهم عجيب، قوم منذ طلوع الشمس إلى غروبها ليس لهم أي ستر يحميهم من حرارة الشمس، لا لباس ولا مساكن تؤويهم، مساكنهم أشبه بالكهوف تحت الأرض. لم أرى في حياتي شمساً بهذه الحرارة. هذا هو الحال كلما اتجهنا شرقاً، ونحن الآن في أقصى الشرق ولا نرى أي أثر لحياة إنسان أو حيوان. الجنود قد بدا عليهم الإعياء والعطش. سنستريح هنا قليلاً حتى تنكسر حرارة الشمس، وبعدها نستأنف المسير. أمر مولاي. أيتها الأرواح النارية، بحق هذا القمر وهذه الكواكب والنجوم، انشري على قلوبنا نار المجد التي أنعمت بها على أجدادنا وأسلافنا. فلنسجد جميعا تمجيدا لأرواح أجدادنا وأسلافنا. أزاد، هل تسمع هذه الأصوات؟ نعم يا مولاي أسمعها، إنها آتية من أسفل التل. لقد أتينا إلى هنا وكان السكون يعم المكان ولم نصادف بشرا ولا حيوانا. أرسل سرية من الجنود إلى أسفل التل ليأتون بالخبر. أمرك يا مولاي. Thank you.
الزعيم! أيها الزعيم! أيها الزعيم! ماذا بك أيها الرجل؟ أناس أغراب بثياب غريبة، أعدادهم بالآلاف ويحملون الأسلحة. أين رأيتهم؟ خلف التلال، وأخشى أن يغيروا علينا. لن يستطيعوا أن يقتربوا من هنا، فالأرواح تحمينا. انتظر أيها الساحر، يجب أن نعرف سبب مجيئهم، فلم يطأ هذه الأرض أحد غيره. فلندخل مساكننا ونختبئ إلى أن يرحلوا. إنهم ما زالوا أعلى التل، وربما لن يمروا من هنا. ولكن أصوات الطبول نبهتهم. أطفئوا هذه النيران وليعد الجميع إلى مساكنهم. سنعود بعد أن يغادروا، فلن يتحملوا حرارة الشمس هنا. ماذا قلت أزاد؟ لم يجدوا أحداً يا مولاي. وها أصوات الطبول التي سمعتها، هل كنت أتوهم؟ ولكن ألم تسمعها أنت أيضاً يا أزاد؟ بلى يا مولاي، سمعتها. هل تأثرنا بحرارة الشمس فأصبحنا نتوهم أشياء لا وجود لها؟ مولاي، لقد بلغنا أقصى المشرق حيث لا بشر ولا حيوان، فهل نعود أدراجنا؟ لا يا أزاد، ليس قبل أن أعرف سر هذا المكان. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. لقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي وذكر البلاد والديار وتتبع آثار كل قوم، وحكى صورة ناطقة لما كان يدور في هذه العصور. والمغزى من ذلك قوة التأثير في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. خرج ذو القرنين مع شروق الشمس إلى حيث كانت هذه القبيلة البدائية تصخب وتدق طبولها في شعائر وثنية، وقد انعزلوا عن العالم من حولهم. وتفاجأ الجميع بذي القرنين أمامهم، فانتابهم الهلع والخوف وسارعوا بالسجود له. أيها القوم، انهضوا ولا تخشوا شيئا، فلن يصيبكم مني أذى. رحمك أيها الجبار، رحمك. اصمت أيها الرجل، ما أنا إلا عبد لله مكنني في الأرض كي أصلح لا أخرب، وأدعو للإيمان به. الله، هل هناك إله غير ما كنا نعبد من نجوم وكواكب؟ الله خالق هذا الكون كله، لا إله إلا هو،
آمنوا بما أدعو إليه أيها القوم، تسلموا ودعوا ما لن يضركم أو ينفعكم. لك ما طلبت يا سيدي، لك ما طلبت. وما الذي ألجأكم للسكن أسفل هذا التل؟ الشمس هنا قاتلة ولا نجد ما نستتر به. سأعلمكم كيف تبنون بيوتاً تقيكم حر الشمس، فخلف هذه التلال أشجار يمكن استغلالها لذلك. أزاد، مولاي، خذ نفراً منهم ومن الجنود وعلمهم كيف يصنعون أكواخاً خشبية وكيف يحفرون الآبار، فهم أناس على الفطرة الأولى ولا يعلمون شيئا. أمر مولاي. لا أعرف كيف أشكر لك صنيعك أيها الملك. أشكر الله الذي ساقني إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. في رحلة ذي القرنين إلى الشرق، قد يقول البعض إن القرآن توقف عن حكاية القصة ولم يكملها لنا، لكن الصحيح أن الله عز وجل ذكر في القرآن القصة كاملة. قال تعالى: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ذكر في تفسير كلمة كذلك أي كذلك فعل مع هؤلاء القوم مثل ما فعل مع القوم الذين سبقوهم، دعاهم إلى الله، فمن آمن أحسن إليه ومن كفر عذبه عذابا نكرا. وهنا نرى روعة القرآن وبلاغة لفظه في عدم التكرار والاكتفاء بكلمة واحدة حكت لنا القصة كاملة. أزاد، مولاي، خذ نفرا منهم ومن الجنود وعلمهم كيف يصنعون أكواخا خشبية وكيف يحفرون الآبار، فهم أناس على الفطرة الأولى ولا يعلمون شيئا. أمر مولاي. لا أعرف كيف أشكر لك صنيعك أيها الملك. أشكر الله الذي ساقني إليكم. وتبدل حال هؤلاء القوم وخطوا خطوة نحو المدنية بفضل ما تعلموه من ذي القرنين. Thank you.
طاقت نفس ذي القرنين إلى الرحيل، فقد أحس بأن دوره قد انتهى هنا، وأن عليه أن يرحل لمكان آخر ليكمل رسالته، فسلك طريقا بين المشرق والمغرب متوجها من مطلع الشمس إلى الشمال. ومضى ذو القرنين مع جيشه يسير لأيام عديدة لإنجاز مهمة قدرها الله له، ولكنه لا يعلمها بعد. اهربوا أيها القوم، اهربوا اهربوا، إنهم يأجوج ومأجوج، اختبئوا اهربوا اختبئوا. هيا ومضى ذو القرنين مع جيشه يسير لأيام عديدة لإنجاز مهمة قدرها الله له، ولكنه لا يعلمها بعد. سار حتى وصل إلى جبلين عظيمين يفصل بينهما أخدود، وقف يتأمل مشهد الوادي الذي بدأت تدب فيه الحياة مرة أخرى، ويسبح الله ويحمده أن أتاه أسباب العلم والقوة والقدرة على هداية هذه البلاد التي فتحها. ما أجمل هذا الوادي الذي ينعم بالخيرات. يبدو أنهم قوم مسالمون يزرعون الأرض ويرعون أنعامهم. أصبت يا آزاد، فالسلام يعم المكان. فلتذهب يا آزاد مع نفر من الجند لنعلم نبأ هؤلاء القوم. أمر مولاي. ويذهب رسل ذي القرنين إلى أهل الوادي ليستطلعوا أمرهم ويتبينوا أحوالهم، ولكنهم كانوا يتحدثون بلغة غريبة على من أرسلهم ذو القرنين، وعادوا بعد أن عجزوا عن التفاهم معهم. هل تحدثتم معهم يا آزاد؟ لم يفقهوا شيئاً مما نقول، ولغتهم غريبة علينا، فلم نستطع التفاهم معهم. دعوهم لي،
أرسلوا من يحضر إلي كبيرهم ووجهاءهم. طوع أمرك يا مولاي. رغم أن اللغة التي كانوا يتحدثون بها غريبة على جنود ذي القرنين، إلا أنها لم تكن غريبة على هذا الملك الذي وهبه الله من أسباب العلم ما مكنه من التفاهم معهم بلغتهم. ماذا يريد منا هؤلاء القوم؟ فنحن لا نفهم كلامهم ولا يفقهون كلامنا. وأنا أيضا في حيرة، ولكننا لا نملك إلا الانصياع لهم، وأرجو ألا يصيبنا منهم أذى. أنا الملك ذو القرنين، ولا أريد منكم إلا أن تؤمنوا بدعوتي، فأنا لا أريد بكم شرا. إنه يتحدث لغتنا. وما هي دعواتك يا سيدي؟ الإيمان بالله الواحد الأحد، وألا تشركوا به شيئا. إنها دعوة كريمة من ملك كريم لإله كريم أنعم علينا بالخير والزرع والأنعام، فكيف لا نؤمن به؟ أيها الملك، نريد أن نطلب من هذا الإله أن يمنع عنا من يغتصب أرضنا وزرعنا. ورسالتي في هذه الأرض رفع الظلم عن العباد ونشر الأمن والسلام. يا ذا القرنين، إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ويغيرون علينا من وراء الجبلين ويأتون على الحرث والنسل. نحن على استعداد أن نعطيك ما تشاء مقابل أن تبني لنا سداً بين الجبلين يحول بيننا وبينهم ويمنعهم عن أذانا. سنعطيك كل ما تشاء من ذهب وفضة، ولن ينسى لك أهل هذا الوادي معروفك وجميل إحسانك. مهلاً يا قوم، هل تتصورون أنني أعمل مقابل أجر؟ إن الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه أنتم، فقط أعينوني بجهد أبدانكم وأنفسكم وسأجعل بمشيئة الله بينكم وبينهم ردما. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. سيدي الإمام، لقد أخبر القرآن عن أهل هذا الوادي بأنهم لا يكادون يفقهون قولا، فكيف تفاهم معهم ذو القرنين؟ لقد أعطى الله تعالى ذا القرنين من كل شيء سببا،
أي علما وتمكينا وقدرة، فألهمه فهم لغتهم وكيفية التواصل معهم، كما فعل مع أقوام كثيرة مر بهم أثناء تجواله في الأرض. إن لفظ يأجوج ومأجوج من الأسماء الغريبة التي وردت بالقرآن الكريم، فهل هذا اسم هؤلاء القوم بالفعل أم صفة لهم؟ قال المحققون إن يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار والتهابها، ومن الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة والحرارة، وبالمياه الحارة المحرقة المتموجة لكثرة تقلبهم واضطرابهم وتخريبهم وإفسادهم في الأرض. ألم يكن من الأجدى أن يخلصنا ذو القرنين من يأجوج ومأجوج ويقضي عليهم إلى الأبد؟ وهل نضمن أن ينتصر عليهم؟ ربما تغلبوا عليه وساعتها سيصبون الجحيم علينا صبا. فيما تتناقشون يا قوم؟ نحن من اقترحنا عليه بناء السد ووافق أن يفعل ذلك دون مقابل. إنه حاكم قوي صالح ولن يخذله الله. كنت أخشى فقط أن يتمكن هؤلاء البرابرة من هدم هذا السد بعد أن يتركنا ذو القرنين ويرحل عنا، فهم قوم أولو بأس شديد. علينا أن نعاونه ونساعده ونفعل كل ما يطلبه منا، فهو ملك قوي يستمد قوته من إيمانه بالله، فلا تخشوا شيئا. كيف سنقوم بسد هذا الأخدود بين الجبلين؟ إن ارتفاعهما شاهق للغاية. إنها مهمة شاقة وصعبة، إلا أن حلها يكمن في داخلها. كيف يا مولاي؟ وأي حل؟ انظر يا أزاد إلى لون هذه الجبال. إنها شديدة السواد وتختلف عما حولها من الجبال. إن هذه الجبال مليئة بخام الحديد، مرهم أن يقطعوا الكثير من أحجار هذه الجبال ويحضرونها إلى ما بين الجبلين. ماذا يجول بخاطر مولاي؟ سترى يا أزاد. وتدب الحياة بين أرجاء الوادي، ها هنا أمة نهضت من يأسها وخوفها، وها هم أهل الوادي يشاركون في تغيير وضعهم وتبديله من حال إلى حال بقوة سواعدهم ونشاطهم وبما في هذا الوادي من موارد وخيرات. ومن خلفهم يقف ذو القرنين يعلم ويوجه ويكشف لهم أسرار صنعة لم يعرفوها من قبل، فقد أمرهم بتجميع ما تحفل به أرضهم من حجارة الحديد الخام لتكون أساساً للسد الذي سيغلق مدخل الوادي. كان ذو القرنين يدرك أن رجاله وحدهم قادرون على أن يغلقوا مدخل هذا الوادي بسد هائل لم يسمع أحد بمثله من قبل، ولكنه أراد لأهل هذا الوادي أن يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم وبأنهم قادرون على حماية أنفسهم.
أزاد، مرهم أن يضعوا أسفل الحجارة أخشابا مبللة بالزيت ويشعلوا فيها النار. ولكن يا مولاي، إن النار سرعان ما ستخبو وتنطفئ. أزيدوا من الأخشاب واحرصوا على أن تجعلوا النار دوما متأججة. كاد أن يكتمل بناء السد يا سيدي، وسد ما بين الجبلين. ليس بعد يا أزاد، علينا أن نجعله أكثر صلابة. ولكن كيف يا مولاي؟ مرهم بتجميع كميات كبيرة من النحاس المذاب ويأتوا بها إلى موقع السد. أمر مولاي مطاع. وتصل الأنباء إلى أهل الوادي باكتمال بناء السد، فيعم الفرح جموعهم ويتجمعون لرؤية السد، ويسارعون إلى ذي القرنين يشكرون حسن صنيعه لهم. وقف ذو القرنين ينظر إلى هذا السد العظيم، لم تسكره نشوة القوة والعلم، لم يقل أوتيته على علم عندي، وإنما نسب الفضل لصاحب الفضل جل وعلا. نحن مدينون لك بحياتنا أيها الملك العظيم، فلقد صنعت لنا فوق ما كنا نحلم به. هذا رحمة من ربي، إن الذي أمر ببناء هذا السد هو الله، وإن من حال بينكم وبين يأجوج ومأجوج هو الله، وإن الذي سيأذن لهم بالخروج هو الله، وحتما سيأتي يوم على هذا السد المنيع ليجعله الله عز وجل دكا ويسويه بالأرض كما سيسوي الجبال كلها بالأرض. أيها الملك، لقد أخفتنا بعد أن كدنا نطمئن على حياتنا. اطمئنوا وانعموا بالأمن والسلام بمشيئة الله، ولكن ميقات الله سيأتي حتما. علينا الآن أن نرحل من هنا بعد أن أتممنا ما كلفنا به. وأتت جحافل يأجوج ومأجوج من بعيد لتكرار غاراتهم على أهل الوادي، ولكن المشهد يصدمهم ويروعهم، فقد أذهلهم منظر السد الذي أغلق الطريق أمامهم، فحاولوا تسلقه، ولما فشلوا أعملوا فؤوسهم وآلاتهم محاولين إحداث ثغرة بالسد ينفذون منها، ولكن دون جدوى. Thank you.
وتمضي السنوات تلو السنوات، والسد شامخ راسخ يحمل أمناً وسلاماً، وأهل الوادي لا ينسون ذا القرنين الذي عمر هذا السد العظيم، وبعمرانه أحيا أمة وبعثها من رماد الخمود والهوان، ثم عرفها بربها الذي أرسل من كان سبباً فيما ينعمون فيه الآن. وهكذا انتفع كل الناس، مؤمنهم وغير مؤمنهم، بهذا السد الذي بناه ذو القرنين ليحجز عنه يأجوج ومأجوج، لا يخرجون منه حتى ميقات الله الذي ينهدم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ها قد انتهت قصتنا في هذه الحلقات، والتي بدأت بقصة أصحاب الكهف وصراعهم مع مجتمعهم الضال الظالم، حيث لاذوا بإيمانهم فآواهم الله في الكهف وسميت به سورة الكهف. إن الجنود منتشرون في كل مكان. وأين باقي الرفاق؟ ذهب كل منهم إلى داره خشية أن يفتضح أمره. كم قتل هذا الطاغية من المؤمنين. إلهي ارحمني واغفر لي، أرني علامة غفرانك. مررت على أدنيا أثناء عودتي وأحزنني ما رأيته، لقد صلبه المجرمون بعد أن أوسعوه تنكيلا وتعذيبا. أبي لا يتورع عن قتل وتعذيب من أسماهم بالمارقين، وهل يمكن لأبي أن يؤذينا؟ يمكن أن يفعل أي شيء لو علم حقيقة إيماننا. إني آت إليكم يا أحبائي. ولكن إذا سمحت لي يا سيدي، أحب أن أعرف أنا أيضاً قصة إيمانك. إن كلام الله الذي في هذه الصحف هو الذي أنار قلبي وبصيرتي. وهل حقاً سيحدث هذا؟ هل سنبعث أحياءً بعد أن صرنا تراباً؟ كما أنك لم تكن في هذه الدنيا ثم وهبك الله الحياة. وكيف ندعو الله ليستجيب لنا ويخرجنا من بلاد الشرك والضلال؟ ما دمت لا تأكل حراماً ولا تصلي لصنم فلن يخيب الله رجاءك حين تدعوه. إذن ما قيل لي صحيح. وما ذاك يا أبي؟ أنك تخالط هؤلاء المارقين الخونة. أنا لا أدري عما تتحدث. أبي
هل تتهمني بالخيانة؟ لا أتصور أني سأشارك في تقديم القرابين لهذا الإله المزعوم، وأني سأنحني أمامه. وماذا سنفعل ساعتها؟ أدعو الله ألا يأتي علينا هذا اليوم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تريدون هدم نظام الدولة؟ بدون هذه الآلهة وبدون هذا المعبد وكهنته ينهار سلطاننا. إنه نظام أقيم على شفا جرف هار سيهوي بكم جميعا إلى الجحيم. إلهي، لقد فر عبادك المؤمنون بدينهم إليك، فلا تمكن منهم أعداءك. إلهي، لقد لجأوا إليك، فلا تتخلى عنهم. فكان الحل هو الكهف. أخشى أن يدركنا جنود دقيانوس. لن نطيل البقاء أيها الرفاق، فسوف نرحل من هنا قبل شروق الشمس. أشعر بالتعب والنواس. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من 3 قرون. أدرك أصحاب الكهف ما حدث. أدركوا أن الله حماهم حين حموا عقيدتهم، وأنه سبحانه دافع عنهم حين دافعوا عن التوحيد. وأدركوا أيضا أنهم لم يعد لهم مكان في التاريخ، لقد ذهب أهلهم وذهب زمانهم، وصاروا من جيل لم يعد يربطه بالحياة شيء، وتمنوا العودة إلى الله فرحمهم الله وأماتهم. ثم كانت قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الرجل الصالح ورحلته العجيبة. يا نبي الله، هل هناك أحد على وجه الأرض أعلم منك؟ فاندفع موسى قائلا: لا، أنا أعلم أهل الأرض. فبعث الله إليه جبريل يسأله: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله علمه؟ فأدرك موسى هنا أنه تسرع بقوله هذا الكلام واستغفر الله عز وجل. قال يوشع: هل تصحبني معك يا نبي الله؟ أحمل عنك متاعك وأقوم على خدمتك. فيقول له موسى: فلتحضر حوتا مملحا لا روح فيه، وتضعه في سلة، وما عليك إلا أن تخبرني حين تفقد هذا الحوت. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. جلس موسى بعد أن حل به التعب وهو يبحث عن الرجل العالم. قال موسى: آتنا غداءنا
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا من السفر الطويل. عندها تذكر يوشع كيف تسرب الحوت إلى البحر، ذلك ما كنا نبغ. فارتد موسى وفتاه سريعا يقتفيان أثرهما ليلتقيا بالرجل الصالح. قال موسى: السلام عليكم. قال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فعلم موسى أن هذا الرجل هو من يبحث عنه، فقال موسى ملاطفا مبالغا في التوقير: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إنه عبد الله الصالح، لا تأخذ منهما أجرا. تفضل أيها العبد الصالح أنت وضيفك، عسى أن تحل علينا بركة تشريفك لنا. ثم عمد الخضر في غفلة من أصحاب السفينة إلى لوح من ألواحها ونزعه من مكانه، ثم نزل من السفينة قبل أن يشعر أصحابها بما فعل الخضر بها. قال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ شعر موسى عليه السلام أنه للمرة الثانية لم يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه، فقال معتذرا: قال موسى، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. إن أهل هذه القرية البخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. وبهذا القول وفي هذه اللحظة حكم موسى عليه السلام على نفسه بفراق العبد الصالح. قال الخضر: كان شرطي يا موسى ألا تسألني عن شيء حتى أحدثك عنه. عندما حانت لحظة الفراق بين موسى والخضر، وفى الخضر بشرطه، وهو الكشف عن حكمة كل ما قام به من عمل، وأثار دهشة موسى. قال الخضر: وما فعلته عن أمري؟ ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ثم كانت الخاتمة مع ذي القرنين، ذلك الرجل الطواف الذي جاب مشارق الأرض ومغاربها لينشر دين الله الحق. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبعه؟ إلى أن ظهر على الأرض ملكا عادلا وقائدا باسلا مكنه الله فيها وذلل له عباده وهيأ له الأسباب ليقيم حكم الله، ذلك هو ذو القرنين. سأخرج غدا يا أمي بالجيش بإذن الله لأستكمل رسالتي في هذه الحياة. خرج ذو القرنين وبدأ تجواله في الأرض، ليس طلبا للملك ولا استعلاء على خلق الله ولا سحقا للشعوب الضعيفة، بل داعيا إلى الله مطبقا لمعاني الحق والعدل والمساواة. هنيئا لأهل هذا الوادي بملك مثلك، وسأحرص على أن أعود كي أستزيد من حكمتك. وداعا أيها الملك الحكيم. آلهة من حجارة لا تضر ولا تنفع، ولم تستطع حمايتكم منا ولا حتى حماية نفسها. أنت ملك صالح يا ذا القرنين، فإلى ما تدعو؟ الإيمان بالله الواحد الأحد
لا شريك له. وداعا أيها الملك الصالح، وأتمنى أن يكون الخير دائما على يديك في كل مكان تطأه قدمك. أوصيكم بتقوى الله، وأن تعدلوا بين الناس، وأن لا تدعوا الشيطان يزين لكم الباطل، فهو للإنسان عدو مضل مبين. أيها القوم انهضوا ولا تخشوا شيئاً، فلن يصيبكم مني أذن. رحماك أيها الجبار، رحماك. أصمت أيها الرجل، ما أنا إلا عبد لله مكنني في الأرض كي أصلح لا أخرب، وأدعو للإيمان به. لك ما طلبت يا سيدي، لك ما طلبت. أزاد. مولاي، خذ نفرا منهم ومن الجنود، وعلمهم كيف يصنعون أكواخا خشبية، وكيف يحفرون الآبار، فهم أناس على الفطرة الأولى ولا يعلمون شيئا. أيها الملك، نريد أن نطلب من هذا الإله أن يمنع عنا من يغتصب أرضنا وزرعنا. ورسالتي في هذه الأرض رفع الظلم عن العباد ونشر الأمن والسلام. يا ذا القرنين، إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قد تعيش وتموت وأنت تعتقد أنك تعرضت لظلم في جزئية معينة، لكن الحقيقة غير ذلك. فالحق سبحانه وتعالى حجب عنك شرا وحماك بعنايته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع قصص الأنبياء، سلام الله وصلاته عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.